الجيش العراقي يتعهد بالثأر لشهداء مجزرة العظيم بمحافظة ديالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعهد الجيش العراقي اليوم الأحد بالثأر لشهداء مجزرة العظيم في محافظة ديالي. وقال منتسب الجيش في مقطع فيديو مصور: نعاهد الله والوطن والشعب العراقي على الثأر لشهدائنا الذين سقطوا في حاوي العظيم بمحافظة ديالي. وأضافوا أيضا: إن أبطال الجيش قادرون على مقارعة الإرهاب، وإن كانوا قادمون لنا فنحن قادرون لردعهم. إن لله وإنا إليه راجعون. خالص تعازينا للشعب العراقي الشقيق في وفاة شهداء مجزرة العظيم، راجين من الله لهم الرحمة والمغفرة، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وزويهم ومحبيهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.